نشرة الأخبار على الحياة فم. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إذاعة الحياة فم، والبداية بالعناوين. وزير الدفاع الوطني يدشن المصحة العسكرية بالقصرين. وانطلاق القمة العربية في الجزائر. وفي التفاصيل، دشن وزير الدفاع الوطني عماد ممش اليوم الثلاثاء المصحة العسكرية متعددة الاختصاصات بالقصرين، والتي ستوفر خدمات استعجالية وعيادات خارجية، وستساهم في تقريب الخدمات لفائدة العسكريين وعائلتهم ومنتسبي الوزارة من أول الحق في العلاج بالجهة. وأكد وزير الدفاع حرص الوزارة على تجويد الخدمات الصحية وتوفير كل الاختصاصات بهذه المصحة والعمل على تطوير المنظومة الصحية العسكرية عموما. كما دشن الوزير مشروع توسيعة الحي العسكري بالقصرين، مؤكدا أن مثل هذه المشاريع ستعود بالنفع على عائلات وأبناء منتسبي الوزارة من حيث جودة الحياة والتوازن الأسري والاستقرار الاجتماعي، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطنية. في موضوع آخر، استمع قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب اليوم الثلاثاء إلى رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام السابق لحركة النهضة حماد الجبالي فيما يعرف بملف جمعية نما تونس الخيرية لمدة 6 ساعات، وقرر الإبقاء عليه في حالة سراح وفق ما أفاد به عضو هيئة الدفاع مختار جماعي. واعتبر جماعي في تصريح لوكالة تونس إفريق الأنباء أن التحقيق مع منوبه لم يحمل جديدا بعد مواجهة بما تضمنه ملف القضية، مرجحا عدم اتخاذ قاضي التحقيق أي تدابير احترازية جديدة نظرا لخلو الملف من أي إثباتات وفق تعبيره. وأوضح أن موكله مثل اليوم للاستماع إليه في ملف قضية جمعية نما تونس الخيرية على معنى قانون الإرهاب ومنع غسل الأموال، بعد أن تم تأجيل ذلك في مناسبتين، إحداهما بسبب خضوع موكله لعملية جراحية والثانية بطلب من الدفاع. قال نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي أن ظاهرة الإفلات من العقاب في تونس تكاد تكون سياسة ممنهجة وفق تقديره، نظرا إلى أن أغلب الملفات التي يكون فيها المعتدون من الأمنيين يتم تعطيل النظر فيها ولا ترد فيها الحقوق أو تكشف فيها الحقائق. وأكد الطريفي في تصريح لوكالة تونس إفريق اللامبا اليوم الثلاثاء أن المسألة تتكرس أكثر في حالات الموت المسترابة التي يكون فيها الأمني متهما، حيث لا يتم إجراء محاكمات وإصدار أحكام. وأفاد بأن الجهات المعنية التي اتصلت بها الرابطة أكدت في أكثر من مناسبة قيامها بتتبع المخالفين من منظورها على مستوى الإدارة والتفقدات وتسليط عقوبات عليهم، لكن سياسة التعتيم الإعلامية التي تتبعها وعدم نشرها لأرقام التتبعات والعزل تفقدها المصداقية وفق تقديره. ودعا وزارة الداخلية إلى أن تكون متعاونة وأن تعمل على تأطير منظورها في هذا الجانب، على أن يتحمل القضاء أيضا مسؤوليته في خصوص محاكمة المعتدين. في أخبار العالم، انطلقت بالجزائر مساء الثلاثاء أعمال القمة العربية 31 تحت شعار لم الشمل بحضور ثلثي القادة العرب وضيوف شرف أجانب. وجرى الافتتاح بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال غرب العاصمة الجزائرية، وأعطى إشارة الانطلاق الرئيس التونسي قيس سعيد الذي ترأست بلاده القمة السابقة قبل التسليم للجزائر. وانعقدت هذه القمة بعد انقطاع دام 3 سنوات بسبب جائحة كوفيد-19، حيث كانت الأخيرة سنة 2019 بتونس. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. وزير الدفاع الوطني يدشن المصحة العسكرية بالقصرين. وانطلاق القمة العربية في الجزائر. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وفي أمان الله.